كيفاش درت امتحانات البكالوريا هذا العام؟ الامتحان ديال البكالوريا كان في المستوى هذا العام. كاين شي تصريب ديال الاسئله؟ لا لا ما كاين والو. كيفاش كان النظام الداخل داخل المدرسه؟ واش فتشوكم؟ لا لا كاين تفتيش الحمد لله. كاين تفتيش الحمد لله. كلشي داز مزيان الحمد لله. شنو رسالتك اليوم للطلبه اللي داروا البكالوريا؟ شنو بغيت تقول لهم بهذه المناسبه؟ كنقول لهم الله ينجحكم هذا العام وصافي. كانت مزيره امتحانات؟ لا لا ماشي بزاف. ماشي بزاف؟ الامور مشات هي هذه. الامور الحمد لله ما كاينش حتى شي حاله تغش في المؤسسه. ما كاين يعني الامور دازت عادي. دازت امتحانات اليوم. لباس لباس الحمد لله في المتناول، اللي حافظ الشيء اللي يلقاه واللي المهم سهلوا علينا شوي. حفظت ولا غشيت وحده منهم؟ حافظ الحمد لله. مزيان والله الحمد لله. كيفاش التصريب ديال الاسئله؟ ما شفنا بعد. ما كيت ما درت والو. والو. كاينش تليفون في الجيب؟ ما ممنوع ما خاصك تجيبو. ممنوع تفتشوك مزيان. والله يديروا لابارا يديروا كل شيء. والله. وفر لكم جميع الامكانيات داخل القاعه من اجل انكم تجاوبوا براحه. والله والله. الوقت كان كافي للاجابه. والله راه انا مرقنا كاع ما فات سال الوقت. انتم اللي خرجتوا. والله شنو ان شاء الله نردها مولانا يعني الامنيه ديالك بعد النجاح ان شاء الله؟ نجيبوا الباك بنقطه زينه و... يعني ومن بعد شنو فرحوا له. بس مزيان الاسئله في المتناول. التوقيت اللي كانوا عاطينكم كان كافي ولا كافي؟ تقريبا في المواد العلميه كانوا شويه الاسئله طوال، المهم داكشي كان مزيان وصافي. شنو توقعاتك؟ ان شاء الله غادي يكون نسبه كبيره ان شاء الله. نسبة كبيرة. ان شاء الله. شنو بغيتي تقولي للعائله ديالك في حال نجحتي الباك ان شاء الله؟ شنو بغيتي؟ ايوا انا كنقراو باش نفرحهم هما اكثر من اللي كنفرحوا حنايا ملي نشوفهم هما فرحانين. مثلا شي كادو شي تشجيع من العائله ضروري. شنو الكادو اللي بغيتي من داك؟ نسافروا نجموعي. الامتحانات كانت في مستوى، كان التنظيم كلشي زين، طلبه زعما ما نقلوش، ما كانش الغش. كاين تزيار داخل؟ ما كانش تزيار، كان الحمد لله كلشي راخي. داز التفتيش عندكم؟ التفتيش تخطى كلشي، داز كلشي مزيان الحمد لله. امور كلشي متقاد؟ كلشي ميخا الحمد لله. كاين التصرب ديال الاسئله؟ اسئله ما كما تصربوا ما والو. المواد اللي جاتك شنو المواد اللي جاتك؟ ماده جاتني صعيبه هي الرياضيات الداله شويه طويله، الوقت ما كفاني فيها. الحمد لله الحمد لله بخير. واش شويه بلاباس؟ شويه الحمد لله بخير. باينه عليك مغلقه، واش الامتحانات كانت صعيبه؟ لا ديال الفيزيك. الفيزيك كانت صعيبه شويه. الفيزيك فلسفه سهله. عندك بقيه المواد اللي سابقه؟ سهله. 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 شنو الرساله اللي تقولي اليوم للناس اللي دوزت البكالوريا؟ عادي الله يوفقها كل شيء. كان شي تفتيش؟ لا ماشي بزاف. ما تصعبوش الاسئله؟ لا. والو. والو. راجعتي مزيان حفظتي مزيان؟ الحمد لله. دوزنا من بطوطه تبارك الله، الامتحانات كانت في المتناول، كل شيء الاجواء كانت مزيانه الحمد لله تبارك الله. كان تسريب ديال الاسئله؟ لا لا ما كان تسريب، لا ما تسربت الحمد لله. التفتيش داخل لا موجود تبارك الله، موجود تفتيش كل شيء يعني اجواء ديال. كيفاش دازت المواد عندك اليوم في البكالوريا؟ المواد دوزنا البارح الفيزياء والانجلي دازت تبارك الله مزيان. الفيزياء كانت شوي قاسيه شوي. ما الرياضيات دوزناني الصباح تبارك الله كانت في المتناول، كانت شوي طويله غير ما مشكل. الامتحانات دازوا في اجواء زوينه، اللي حفظ غادي يجاوب، وكنتمنى من الله يوفقنا وحنا يخدمنا وكامل على الله، وكنقول الناس اللي كيدوزوا الله يوفقهم، واللي ما نجحش راه المسيره باقي طويله والله ينجح الجميع. داز في المتناول، اللي مراجع راه غيجي مزيان. ماشي ناشطه؟ واش ما جاوبتيش مزيان؟ لا جاوبت مزيان، راه اللي راجع غادي يجاوب. شحال كتوقع ان شاء الله؟ ان شاء الله غنجح. كاين الكادو؟ كاين الكادو. شنو بغيتي من اهلك الا نجحتي؟ شنو اكثر حاجه بغيتيها من اهلك الا نجحتي؟ يرضاو عليا بارك عليا. صح. شنو الرساله ديالك اليوم للناس اللي دوزت الباك؟ الا نجحوا الله يوفق، واللي ما نجحش ما يفقدش الامل، راه باقي قدامه مسيره واحده اخرى يقدر يعاود الباك، ولا ما الا ما بغاش يعاود الباك راه كاين التكوين، كاين بزاف ديال الحوايج يقدر يديرهم.